مفيش كاري في الاول خالص هتدخل دي واحد فانا قصدي فوق وبعدين في واحد مع في واحد في واحد مع في واحد وكاري زي دي مين هي دي المرحله اللي كانت كاري بتاعنا خلاص بعد كده اثنين مع دي اثنين اثنين مع دي اثنين وكاري اللي جاي في المرحله بتاعت الرواح وبعد كده دي ثلاثه مع دي ثلاثه كاري اللي جاي فوق في 0 1 10 هيجيبهم طبعا نفس المكانات هنا واحد واحد 0 1 هيطلع 0 وكاري واحد يبقى انا لو حطيت الاربعه بيتس دول اللي هم في 0 اي 1 2 3 مع الاربعه بيتس اللي هم في 0 اي 1 2 3 وصلتهم على الدايره بالشكل ده الدايره تبقى وانا في اكس وانا الاربعه في الهدف تمام والكاري وصلتها بالشكل ده هيطلع لي ريزلت الريزلت طلع على كام دي؟ 5 طب عامة الكمبيوتر بيبقى الجوانب بتاعته الأرقام بتاعته بتتمثل على 32 بت لما أجي أعمل عملية أديشن يبقى عندي 32000 الكمبيوتر لما أجي أعمل الأرقام مجمعها على بعض الرقم الواحد بيتحط على 32 بت مش 4 دي بسيطة أوي فبالتالي بيبقى عندي يونت مسؤول عن الجمع زمان لو تفتكروا قلنا جهاز الكمبيوتر ما فيهوش
غير هذا فقط، اي اوبريشن ثانيه بيحولها الى اوبريشن بتاع الثاني. تمام؟ تفتكروا كنا بنعمل ايه ماينس ليس لما بنعملها ازاي؟ تسكوب Okay.
tenants only. لو كنت يساوي 0
لو الكنترول بيساوي واحد يبقى بنعمل ايه؟ نجمع ايه بلس بي بار بلس واحد اللي هي ايه ماينس. يبقى احنا عندنا بلوك كده جينيريك اسمه ادم سكلاب هتحكم فيه ازاي؟ انت يشتغل ادم ويشتغل سكلاب تروح تعمل سي واحد. لو حطيت وصلتها في الجراوند هتشتغل ادم ووصلتها في الكود بتاع السكلاب هتشتغل. طبعا في حاجه مش متغيره لان انا بقول الايكويشن دي اللي هي ايه ماينس بي دي على كل البيتس بتاعت البي وبين البي مكونه من 10 بيتس اللي لازم اعمل كل البيتس. يعني شايف ان دي فانكشن مش تفاعل فاكرين لما كنا بنعمل 7 ماينس 5 مثلا 7 كريديت زائد 2 و5 كريديت كده كنا بنعمل ايه؟ بنجيب البي بار دي اسمها ايه؟ اهي دي اسمها لو عاوز اعمل الماينس هعمله ازاي؟ بجيب الفلوس فورم بتاع ده اللي هو بجيبه ازاي؟ بقلب ده اللي هو ايه بعد 1 0 1 0 وبقلب على 1 بتحول الى 1 1 0 1 صح؟ ده الفلوس فورم بتاع البي. لو خدت وجمعته يبقى الايه اللي هي 0 1 1 1 بلس فلوس فورم من ده اللي هو 1 0 1 1 1 1 0 1 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
تمام؟ الاكسترا كاري بيكمل يبقى النتيجه بتاعتي 2. ده اللي عملته ان انا جمعت الاي على البي بار بلس 1. بس الواحد ده يعني معناه ماينس؟ نعم؟ الواحد ده معناه ماينس؟ لا ما اقصدش يعني الواحد ده معناه اصلا في الكنترول سيجنال دي؟ الواحد ده معناه انه بيطلع نيجاتيف في الاخر؟ انهي واحد؟ ده الاكسترا كاري قلت لك واحد معناه ده صار مظبوط في الوسط. 7 ماينس 5 ايكوالز 2. كان العكس كان بيبقى الرقم ده. تمام؟ احنا شفنا دلوقتي ازاي الكمبيوتر بتاعنا يبقى فيه يونت معايا. اي كمبيوتر في الدنيا فيه يونت هي المسؤولة عن العمليات الحسابية. ان شاء الله بكره في ادبنا هنكتشف ان الكمبيوتر مكون من كومبوننتس. في حاجة اسمها ريجسترز، حاجة اسمها اي ام يو. دلوقتي بنعمل اول خطوه في الاي بي يو، هي بالنسبه للكنترول في البدايه مسؤول عن الحسابات اللي انا سبت بتاع الاي بي يو. تمام؟ كل التوسكم بتاعه هيطلع 0 0 1 0.
بتجمع رقم من 4 بيتس على رقم من 4 بيتس مش عارف تحط رقم 4 بيتس. يعني لو بتجمع مثلا 2 و3 5 ممكن 4 بيتس 4 بيتس يطلع 4 بيتس. لكن لو بتجمع 7 و6 13 ما تقدرش تحط 4 بيتس او يعني لو رقم 16 يبقى احنا عرفنا عن ايه فول ادر وعرفنا استخدام الاكس او المحاضره اللي فاتت رجعت على الاكس او زي ما انتم شايفين الاستخدام ده هنا استخدام لذيذ جدا ان انا بخليها تشتغل مره بخلي الفاليو بار بخلي الفاليو نفسها على حسب الانتر كام وزيرو بتدخل نفس الفاليو او واحد بتدخل الفاليو. طيب هناخد كومبوننت جديده دلوقتي اسمها الديكودر. اوكي ديكودر احنا دلوقتي عمالين باك بار شويه بنستعمل جيتس دلوقتي بنستعمل حاجات كتيرة. حد يقول لك اعمل لي فور بيت ادر انت بتقول له زي الفور ادر الصغير الفور ادر اللي هو مقاوم ايه شويه جيتس بنعمل ايه بناخد بلوكس ار اي بناخد حاجه اسمها الديكودر. نبدأ نديهم أرقام، دي 0 1 2 3 أو 0
الجونر مش